بجدد التحية مع حضراتكم وفقرة الثلاث المميزة مع المميز عمر البنوبي، طبعا النقد الرياضي المتميز وحديث مطول عن كاس العالم للأندية، ازاي شاف القرعة، يعني ان شاء الله النادي الاهلي ومقابلته الاولى امام دحيل القطري، كل ده من خلال الناقد الرياضي الكبير المتميز عمر البنوبي. بنرحب بيك يا عمر. والله وحشتنا. ميرسي يا كابتن على المقدمة دي. يمكن اول مرة يعني كان ماتش الاهلي، بس اهم حاجة الاهلي كسب يوم الثلاث اللي فات كلنا فرحنا يعني، وكان اداء جميل. وبمناسبه الف سلامه لوليد سليمان، يعني كان هو اتحسد شويه. اه صحيح، يعني احنا يعني كنا نتمنى ان وليد يكون في بطوله عالميه زي ديت، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله اولادنا اداءه وقدود. شفت القرعه ازاي عمر؟ تابعتها ازاي النهارده؟ لا النهارده يعني كان يمكن في وقت ظروف الكورونا اللي احنا فيها، الاحداث اللي بقت زي قرعه كاس العالم للانديه، جائزه الافضل بقت بتتعمل كلها من مقر الفيفا، من داخل مقر الفيفا، بتقتصر على فردين ثلاثة هم اللي بيقدموا، لو في حد بيبقى أونلاين وكده. شفتها النهاردة لايف أونلاين الساعة 5 من زيوريخ. الحقيقة كان موضوع مبسط جدا، ما أخدتش 15 دقيقة بالظبط، وكان يعني اللي بيدير القرعة هو نائب مدير المسابقات في الفيفا، وكانت اللي بتقدمها جيسيكا ليبرتس المذيعة الألمانية. يمكن هي بتقدم دلوقتي استوديو بونز ليجا، اكيد حضرتك بقى متابع على طول. يعني بونز ليجا مميزة جدا، وبيستعينوا بقى دلوقتي في الفيفا كتير الكبيرة طبعا. يعني في الفيفا كتير، هي مثلا عملت الفيلم بتاع عيد ميلاد بليد 80، هي اللي قدمته، وعملت حوارات مع يورجن كلوب ومورينيو وكافو واساطير الكرة العالمية في الوقت ده. الحقيقة حاجة كانت جميلة، شفت تجربة بالمناسبة هايلة، يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها، ان انت تقدر تقدم حدث زي ده بالبساطة دي، برضو بتستعين بواحد من نجوم الكورة، برضو كان اللي بيسحب القرعة النهاردة دييجو، اللي هو حارس مرمى فولفسبورغ الألماني السابق ومنتخب سويسرا، دييجو بيناليو هو كمان يعني آخر محطة له لعب في موناكو شوية، برضو من الوجوه اللي لعبت كأس عالم كمان مع منتخب سويسرا. يعني كان حدث بسيط وجميل، وان انت تشوف اسم النادي الاهلي وسط الانديه العملاقه على مستوى العالم، ابطال القارات المختلفه، اعتقد حاجه تدعو للفخر، يعني ان انت في ظل كل الظروف اللي بتمر بيها الكوره في افريقيا، وحتى في الدوري المصري، الدوري اللي كان مضغوط والبطوله اللي ما كانتش سهله والظروف الكتير اللي انت كنت فيها، ان انت بتقدر توصل انك تبقى وسط اكبر انديه العالم. ده حقيقي. وانت بتتفرج كده على القرعه من اونلاين، وقبل القرعه ما بتتسحب، كان ليك تمنيات او فرقه يعني تقول يا رب دي تبقى مع الاهلي؟ واول ما شفت دحيل كان ردود افعالك ايه؟ يعني انا لو كنت اتمنى حته فنيه شويه، كنت اقول انه أولسان الكوري كان يبقى بالنسبه لي افضل. لو ليه؟ لانه أولسان الكوري مش بيمر بافضل مراحله في الوقت الحالي، بعد ما اخذ بطوله دوري ابطال اسيا، المدرب اللي كان معاه مشي، ظروف الفريق مش هي احسن حاجه في الوقت الحالي، فممكن شويه اقول ان يعني انت قبل كنت مستني يطلع نفسي شويه، يعني قلت قلت انه احسبها ورقه وقلم يعني. لكن لما جه فريق الدحيل القطري، يعني انا شايف انه قرعه برده مش وحشه، بالعكس النادي الاهلي اي منافس من الثلاثه سواء كان تيجرس المكسيكي او اولسان او الدحيل ما تفرقش، في النهايه انت رايح تلعب عشان تكسب المباراه دي، وبعد كده تفكر في اللي بعدها. المباراه مش هتبقى سهل، يعني اعتقد برضو كل الفرق اللي جت فرق قويه وفرق هم ابطال القارات بتاعتهم، يمكن الدحيل هو ممثل البلد المنظم، لكن برضو فريق عنده عناصر من المحترفين جيده. في الاهلي بقى انا بص كمان للنادي الاهلي، لا انا عندي برضو احسن عناصر محترفه داخل قاره افريقيا، بطل افريقيا، بطل ثلاثيه في الموسم اللي فات، بمثل القاره كلها في كاس العالم للانديه، وانا الممثل الوحيد للكره المصريه لحد النهارده في البطوله دي، فاعتقد انه انا برضو تاريخي يسمح لي ان اتفائل قوي بضربه البدايه ان شاء الله، وانه الاهلي يقدم مباراه كبيره ويصعد للمباراه اللي بعدها ان شاء الله. ودايما انا في اعتقادي الشخصي ان شاء الله المباراه الافتتاحيه دايما المباراه المهمه جدا، يمكن مش اهم مباراه الا لو انت رحت المباراه النهائيه، لكن مباراه مهمه. يعني الدحيل بنتكلم على فريق محترم، لكن مقارنه كمان بتاريخ النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي، قادرين باذن الله ان احنا نعدي، ولما نعدي هنقابل البايرن. وخلي بالك يعني انا لو كنت بلعب اتمنى اقابل البايرن، مباراه عظيمه، مباراه مع ابطال العالم، فيعني اعتقد دي كمان دي حوافز للاعيبه النادي الاهلي، ان حتى في مباراه الدحيل ما بنفكرش في البايرن، لكن ده حوافز ان انا لو كسبت هلعب مباراه عالميه. يعني
يعني. عارف يا كابتن هاني، يمكن لعبت قدام بايرن كتير قوي عشان انت بونز ليجا من زمان قوي، وكسبت بايرن قبل كده كمان كتير في البونز ليجا، لكن اعتقد اول بطوله ليك كانت على حساب بايرن ميونخ يا كابتن. اول بطوله 3-1، اول ماتش اول فيردا بريمن بايرن ميونخ، فيردا السوبر الالماني 94 بالظبط. يمكن لعبت انت على خط هجوم في الماتش ده فظيع يعني. لا كان كمان بابان، وكان سوتر السويسري، وكان لوتا ماتيوس كان بيلعب، اوليفي كان يعني كان هيعدي وداني مره في كوره طالع في الجورنر. لا يعني فريق عظيم يعني، فريق كبير طبعا، تاريخ كبير. لكن برضو ارجع اقول لحضرتك، الاهلي ياما لعب قدام فرق كبيره سواء على المستوى الودي او على مستوى بطوله كاس العالم للانديه. انا شايف انه لا، تاريخ الاهلي يسمح له جدا ان هو ان شاء الله يعدي المباراه دي، ويفكر كمان بعد ما يعدي المباراه الاولى انه انا ايه المشكله ان انا العب قدام بايرن ميونخ. بس عندي وجهه نظر بسيطه في الحكايه دي يا كابتن هاني، مهما كانت فرقه كبيره، مهما كانت الفوارق الفنيه والقيمه التسويقيه للعيبه، في النهايه ماتش 90 دقيقه، ظروف الماتش نفسها ممكن تحكمك. تخيل انت نزلت تلعب بايرن، اتطرد منهم لعيب مثلا في اول ماتش كسيناريو مثلا يعني، وبعد كده انت بتلعب مثلا، انت بتلعب فرقتك كامله وبتلعب 10 لعيبه من بايرن مثلا. لا يعني كمان خلي بالك عمر، انت لما اكيد متابع كاس المانيا، البايرن بيلعب كيل، ده درجه ثانيه، هولشتاين كيل فرقه يعني ما فيش خالص يا كابتن هاني، وقدرت انها تطلع بايرن ميونخ. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ احنا لعبنا كاس عالم 2006 النادي الاهلي، لو كنا عدينا انترناسيونالي ووصلنا النهائي، برشلونه لما وصل النهائي في البطوله دي ما لعبش كوره خالص واتغلب وخسر البطوله دي. انا كنت شايف ان الاهلي كان مستواه في البطوله دي اعلى بكتير من كل الانديه اللي كانت موجوده على مستوى الاداء الفني. اي حد شاف بطوله 2006 عارف ده كويس جدا. بطوله كاس عالم 2006 الاهلي كان اعلى فريق فني بيلعب في البطوله دي كان هو نادي الاهلي. فيعني الحكايه هاخدك لسؤال يعني هخرجك شويه، وانا عارف ان مفيش مقارنات ما بين الاجيال، لكن لو قلنا 2006 و2021 عمر، انت شايف ازاي مقارنه بال يعني، شايف الصورتين ازاي؟ عارف يا كابتن هاني، ده سؤال من اصعب الاسئله اللي ممكن تتسال. لانه بيجي جيل يبقى موجود، ما ينفعش تحطه في مقارنه مع جيل تاني، بالعكس كل جيل هيجتهد علشان يقدم احسن ما عنده علشان يكتب اسمه في تاريخ النادي الاهلي. لكن الجيل بتاع 2006 ده جيل يعني اللي عمله ما ينفعش يتقارن بيه دلوقتي، الظروف مختلفه طبعا زي ما حضرتك قلت، احنا ما بنقارنش بين الاجيال، بس لا ظروف 2006 حاجه ثانيه يا كابتن هاني. يعني برده معلش الفريق في ظروف بعيده كمان عن الكورونا والكلام ده، انت كان عندك فريق متكامل، فريق كله عناصر دوليه، كان عندك مانويل جوزيه كان مدير فني، كانت فتره استثنائيه قوي في تاريخ النادي الاهلي، حتى المباريات والبطولات اللي اخذناها كانت كبيره وقويه قوي. المنافسه في الدوري المصري كان الى حد ما يعني الاهلي كان مكتسح كل حاجه، بس يعني الى حد ما كانت الفرق الثانيه عندها شويه من النديه، فكنت بتقدم مستوى في الدوري بتجهز بيه فريقك لانه يلعب افريقيا يكتسح افريقيا انه يدخل كاس العالم. احنا شايفين على الشاشه دلوقتي نشوف المستوى والاداء ده، انك تقدمه قدام اوكلاند انترناشونالي يعني من الماتشات اللي يتزعل عليها ماتش انترناشونال. لعبت بعد كده مع كلوب امريكا المكسيكي وقدرت انك تكسبه باداء جيد جدا. فاعتقد انه يعني النادي الاهلي ما اقدرش اقارن جيل 2006 بالجيل اللي جاي، لكن اقدر اقول لهم ان انتوا بصوا على جيل 2006 يقدروا يكتبوا تاريخ، يقدروا ان انتوا تكتبوا تاريخ، لان برضو كل العناصر اللي موجوده في فريق النادي الاهلي في الوقت الحالي عناصر مميزه جدا. صحيح. فكره كمان الحافز يا كابتن هاني، ان اللعيبه دي في معظمها بيلعب كاس العالم للانديه للمره الاولى. انا افتكر كويس قوي لما واتر بواليا وقع للنادي الاهلي، كان في حواره كمان مع حضرتك هنا ومع سهام صالح، اتكلم في حته انا جاي العب كاس عالم انديه، يعني انا جاي اول بطوله هلعبها كاس العالم للانديه، هفكر ازاي في اي عرض تاني اصلا. يعني حتى هو كان عنده ترجي التونسي مثلا. بالظبط. بس في النهايه انا رايح بطل افريقيا. وهنا قيمه النادي الاهلي في حته انه ليه النادي الاهلي بينافس على كل البطولات، وليه النادي الاهلي حريص جدا على انه ما يفقدش بطوله افريقيا، وانه طول الوقت بيحاول سواء ما وفقش في نهائي او اثنين او ثلاثه، فهو بيحاول برضه انه يكون موجود على منصه التتويج علشان اللي احنا بنتكلم فيه ده، علشان انا ابقى النادي اللي لعيبتي ما بتفكرش انها اصلا تخرج منه. شوف كام لعيب خرج من النادي الاهلي في السنتين اللي فاتوا، هيبقى شكله ايه وهو بيتفرج على فريق النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. في النهايه كابتن محمود الخطيب قال كلمه حلوه قوي لما اتسال عن بعض اللعيبه اللي سابت النادي الاهلي، انا مش زعلان منهم، لكن ازعل عليهم. عليهم صح، ازعل عليهم فعلا لده،
لان هو كمان بيتكلم بخبرات لعيب الكوره اللي عارف قيمه ازاي تصنع تاريخ وتصنع مجد. فاعتقد انه الجيل اللي موجود قدامه فرصه ذهبيه انه يحقق حاجه كبيره جدا لاسمه ولتاريخه الفتره اللي جايه. طيب طبعا كلنا بنشوف يعني على الشاشه طبعا دي بطوله 2006 المميزه، النادي الاهلي ادى فيها بشكل اكتر من رائع، وانا معاك يا عمر ان هو كان يستحق الوصول للمباراه النهائيه، لكن كلنا امل ودوت يعني لو لعبتنا بتتفرج دي ده لا يعني بتديه موتيفيشن وتديله حوافز ده معنويه كبيره جدا. نجم كبير زي ابو تريكه، بنتكلم على كل نجوم النادي الاهلي اللي كتبوا تاريخ، وهذا الجيل عنده فرصه ذهبيه كمان انه يكتب كمان تاريخ كبير جدا ليهم وللنادي الاهلي من خلال البطوله اللي جايه. طيب المباراه الثانيه اللي هتكون ما بين اولسان وتيجريس، دي مباراه كمان انت شايفها على المستوى الفني ازاي؟ انهي افضل فنيا او مين عنده حظوظ اكتر للوصول للمباراه القادمه النهائي؟ يعني النهارده الصبح بالصدفه كده بتكلم مع كابتن عظيمه، هو لعب في اولسن هيونداي، يعني هو كان اول جيل خد الدوري الكوري مع اولسن هيونداي، والحقيقه اتكلمنا في فرق الكوره ما بين كوريا وما بين افريقيا وما بين امريكا الشماليه. اعتقد ان الماتش ده هيبقى صعب جدا، لان فريق تيجرس فريق عنده القوه البدنيه عاليه قوي، فريق اولسن عنده السرعات عاليه جدا وانتشار في الملعب رهيب، يعني هم عندهم حته التزام تكتيكي التزام وكمان من الفرق اللي صعب انك تكسبها لو انت مش في احسن حالاتك، لازم تكون في احسن حالاتك عشان تكسبها. فاعتقد انه هتبقى مباراه صعبه وصعب تتوقع مين اللي يفوز، لكن انا شايف انه الارجح كده ان تيجرس المكسيكي ممكن يعمل المفاجاه وهو اللي يصعد لمواجهه بطل كوبا ليبرتادورز في المباراه النهائيه يوم 30. يعني المباراه كانت اتاجلت علشان فيروس كورونا وبقت يوم 30 يناير ما بين فريقين كبار، بتتكلم على فرقتين من البرازيل، يعني فرقتين كبار، وبالميراس الحقيقه السنه دي اعتقد ان هو اللي هياخد البطوله. يعني بالميراس تعاقد مع مدرب برتغالي هو ابل فيريرا، كان بيدرب باوك اليوناني السنه اللي فاتت، مدرب جيد عنده طموح شاب، وانا تابعته فتره في الدوري اليوناني مع باوك، وكان موجود قبل كده برضه في الدوري البرتغالي تابعته عشان كان بيدرب كوكا في وقت من الاوقات. ابل فيريرا من المدربين الكبار اللي قدر ان هو يعني فكرته انه يطلع ريفر بليت طبعا الارجنتين ويكسبهم 3-0 في يعني في الارجنتين، موضوع مش سهل طبعا، وكان هيتعمل عليه ريمونتادا في ماتش الاياب. فالحقيقه اعتقد ان بالميراس الاقرب، يعني عنده افضليه لانه اتفرجت على الماتشين، سانتوس مش بنفس قوه بالميراس فنيا على ارض الملعب، بخلاف انه برضو لما بيكون عندك مدرب شاب وعنده طموح ومعاه فريق كويس بيبقى يقدر ينقل طموحه ده للعيبه بشكل سريع، لانه كمان ابل فيريرا ما خدش وقت طويل مع بالميراس علشان يوصل للمستوى ده. فاعتقد انه راح لهم امتى؟ راح لهم ما كملش دلوقتي 3 شهور. فاعتقد انه هيكون هو البطل، بس يعني حتى لو تيجرس او اولسن عدوا من المباراه دي مش هيعدوا المباراه اللي بعدها، تبقى صعبه زياده عن اللزوم، يعني فرق المستوى هيبقى عالي قوي ما بين الاثنين اللي بيتنافسوا. يعني ده يعتبر فريق برازيلي ضمن بالظبط، يعني هيبقى مباراه يعني. مش هتبقى سهله، لكن في نفس الوقت اعتقد ان الحظوظ هتبقى بطل كوب ليبرتادورس هو اللي يوصل فاينل، هيبقى اقرب شويه. طيب كان كمان فرص، وكنا بنتكلم على الحضور الجماهيري، وكان معانا اسامه السويسي هناك من الدوحه، وطمنا ان في اجراءات احترازيه على اعلى مستوى وحضور جماهيري بنسبه 30%، ده كمان بلس ودوافع جديده. 30% يعني. اهلي 30% اهلي بالظبط، يعني 30% اهلي، انا متاكد من دي. جمهور النادي الاهلي موجود في كل حته، شفناه في اليابان وشفناه في المغرب وشفناه في اي مكان النادي الاهلي بيروحه بتلاقي جمهور النادي الاهلي موجود. فاعتقد ان ال 30% دول نتمنى بس ان هم يحضروا وتكون الاجراءات الاحترازيه زي ما قرينا، يعني شفت اللجنه المنظمه بتتكلم فكره انه يبقى في تيست قبل 72 ساعه من المباراه، هيكون في فصل كامل ما بين الجماهير المقيمه في الفقاعه الطبيه وما بين الجماهير اللي هتحضر برضه، ويبقى ارتداء ماسكات في كل الاماكن، ممنوع انها تتشال. اعتقد انه هتبقى تجربه برضه مهمه، لانه الحضور الجماهيري حتى لو بنسبه 30% مهم قوي ان احنا نجرب التجربه دي في ظل الظروف اللي احنا صحيح فيها. صحيح، ممكن التجربه دي بعض الدول، واعتقد هم كمان بيقوموا بتجارب كتيره جدا، لان قطر مستضيفه كاس العالم الجاي، وبالتالي بتبقى عمليه بروبا، يعني ازاي بتستعد لاجراءات احترازيه، وجود جماهير 30%، ممكن لو اجراءات مشيت بشكل سليم جدا ممكن
بطوله تقام، يعني مثلا الاولمبياد ممكن يكون في عدد من الجماهير موجوده، فكل ديت من خلال التعايش بشكل او باخر مع فيروس كورونا. يعني شفت السوبر الاوروبي اتلعب ب 30% من ساعه ملعب بوشكش، فكانت تجربه برضو كانت ناجحه. اتمنى ان احنا يعني نشوف جمهور النادي الاهلي مره ثانيه في المدرجات في بطوله كاس العالم للانديه، واتمنى ان احنا نروح نلعب بايرن ميونخ بصراحه. يعني بالنسبه لنا احنا برضو لسه هكلمك على بايرن، والنادي الاهلي ليه تاريخ طويل مع يعني مواجهات البايرن والبايرن ميونخ على سبيل تاريخ كبير جدا، ونتمنى كلنا نتمنى نشوف النادي الاهلي بيلعب في المباراه قبل النهائي مع البايرن. تاريخ نادي الاهلي مع البايرن، لا اول مباراه الاهلي يلعبها مع بايرن ميونخ مع جيل تاريخي من البايرن الاهلي كسب. كان يعني اول مباراه، اول مباراه بين الاهلي وبايرن سنة ميونخ كام؟ المباراه وديه سنه 77. المباراه دي يمكن من المباريات الجميله في تاريخ النادي الاهلي، يمكن نشوف هايلايتس بالالوان وجزء هيبقى بالابيض والاسود. ده جون كابتن شريف عبد المنعم في سيب ماير. سيب ماير، سيب ماير يعني هو كابتن شريف عبد المنعم سجل الجول الاول للنادي الاهلي، وده الجول الثاني كابتن محمود الخطيب اسطوره النادي الاهلي ورئيس النادي الحالي. كان كره هيلعبها كابتن مختار جوه منطقه الجزاء، وهيستقبلها كابتن خطيب وهيسجل جول الفوز. كابتن مختار، لا لسه كابتن مختار يبقى الناحيه الثانيه، ده هو كابتن مختار هيستلم من الناحيه الثانيه وهيقطع كده وهيلعب لكابتن بيبو، حطها بدماغه في الجول. يمكن الجمهور في الوقت ده لو شغلنا صوت الجمهور بيهتف بيبو بيبو يعني على طول كالعاده. يمكن دي الكره، دي الكره، ده نفس الصوره الابيض واسود. تصدق الابيض واسود احسن، اوضح. يعني كانت اوضح. كابتن مختار قدر انه يخلص الكره كده ويلعبها للكابتن خطيب، وقدر انه يسجل في سيب ماير الجول ده. يمكن كابتن خطيب بيعتز بالجول ده جدا، لانه كان هو اتكلم عنه حتى قبل كده، قال انه ده كان جيل قوي جدا من بايرن ميونخ، كان بطل طبعا اوروبا، وفي الوقت ده ان احنا نلعب قدامهم كان حافز للتاريخ اللي كان ليه يعني مباراه وديه. كان ساعتها ديتمار كرامر كان لسه سايب بايرن ميونخ، ووقتها بايرن ميونخ كانت يعني كان سيب مار حارس مرمى، كان في كارل هاينز رومينيجا كان بيلعب، كان اولي هونس كان بيلعب، ده كل يعني اساطير البايرن. بتتكلم في اساطير اللي هو جيل من اجيال التاريخيه لبايرن ميونخ بيلعب المباراه دي، ورسما رجعوا لعبوا النادي الاهلي تاني في الثمانينات. الاهلي اتغلب 2-0 ماتش ودي برده. بعد كده كان في الماتش بقى يعني اللي كان فيه اداء عظيم من النادي الاهلي رغم الخساره اللي يعني كانت بسبب حارس المرمى في الوقت ده ما كانش موفق قوي، كان شريف اكرامي ما كانش موفق في المباراه دي، لانه الاهلي سجل في بايرن ميونخ جول بركات، كابتن بركات في اتمنى له الشفاء طبعا من فيروس كورونا. كان جول حلو جدا في نوير، والكلام ده 2012 مباراه وديه، والمناسبه كانت في الدوحه برده، فده برده فيها الخير كده ان الاهلي لو لاعب بايرن هيأدي نفس الاداء القوي ده. المباراه كانت قويه جدا، وجوزيه كان مستمتع قوي باداء النادي الاهلي في المباراه دي. كانت فرقه برده كان العناصر كلها قويه، بتكلم في ابو تريكه، بركات، حسام غالي في الوقت ده كان موجود في المباراه دي، كان كابتن النادي الاهلي في المباراه دي. جيل كان قوي جدا برضو. المباراه كانت الناس متخيله ان بايرن ميونخ هيكسب بنتيجه، او انه الاهلي مش هيقدر يجاري لعيبه بايرن ميونخ في الوقت ده. 2012 برضو من الاجيال القويه قوي لبايرن ميونخ، كان عنده فرانك ريبيري، كان عنده اريان روبن، كان عنده مجموعه من العناصر بخلاف مانويل نوير طبعا وغيره وغيره. كانت فرقه كانت قويه جدا، لكن النادي الاهلي عمل مباراه. ودايما المباريات ديت اعتقد بتبقى مباريات للتاريخ، واستعداد اللعيب والجهاز الفني بيكون استعداد مختلف شويه، مش مختلف على اساس، لا بيبقى فيه انجوينج، يعني انت بتلعب يعني بتلعب بتظهر مهاراتك بقى، بتظهر مهاراتك وبتقول ان انا لعيب كوره كويس من غير ضغوط كبيره. يعني بتبقى مباريات كبيره، ومباريات احنا كمان مستنيينها كجماهير تحب تتفرج على المباريات. انا اتمنى كمان انه جمهور النادي الاهلي، وده يعني جمهور النادي الاهلي جمهور واعي جدا وفاهم كوره كويس قوي، بطوله كاس العالم للانديه هي بطوله ما بين ابطال القارات كلهم. انت مش يعني ممكن ما تكونش انت ليك حظوظ الافضليه فيها، لكن في نفس الوقت انت بتقدم الكوره بتاعتك، بتقدم نفسك للعالم. براند النادي الاهلي بيظهر ما بين اكبر انديه في العالم، بطوله العالم كله بيتفرج عليها. في نفس الوقت انت ليك تاريخ في البطوله دي، انت مش رايح اول مره، بالعكس انت يعني رايح سادس مره وليك تاريخ، واخدت برونزيه قبل كده، واخدت مركز رابع، ولعبت فرق كبيره، وقدمت لعيبه كتير. بالمناسبه كمان يعني وليد سليمان من اللعيبه هيغيب عن البطوله دي، لكن وليد سليمان لعب كاس عالم انديه، يعني برده من اللعيبه اللي هو لعب كاس عالم انديه. اعتقد كمان في ارقام تانية مميزه، يعني
طبعا في حال اشتراك يعني ان شاء الله باذن الله. خلينا بس ان الناس تعرف هي اللائحه بتاعت البطوله كام لعيب في القايمه، ولا ممكن جدا كل اللعيبه موجوده عشان فيروس كورونا عدد مفتوح من اللعيبه يعني؟ لا هو في طبعا تغيير بس في حته القايمه، ان هم سمحوا بعدد اكبر من اللعيبه علشان احتياطي عشان موضوع فيروس كورونا. لكن في نفس الوقت انت رايح بجيل معظمه ما لعبش كاس عالم انديه، ففرصه ان اللعيبه دي هتتكتب في تاريخها ان لعب كاس عالم انديه. انت عندك يعني اكتر ثلاث لعيبه لعبوا مباريات في كاس عالم الانديه هم النادي الاهلي، كابتن وائل جمعه، كابتن محمد تاريخ في تاريخ البطوله نفسها، كاس العالم للانديه اكتر ثلاث لعيبه لعبوا الماتشات في البطوله دي هم لعيبه النادي الاهلي، كابتن وائل جمعه، كابتن محمد ابو تريكه، حسام عاشور. ثلاث لعيبه دول 11 ماتش، 11 مباراه. تمام. في نفس الوقت زي ما حضرتك سالت بقى هل في رقم مميز احنا منتظرينه؟ في لعيب منتظر ورقم مميز قوي، حسين الشحات. حسين الشحات لو شارك في المباريات مع النادي الاهلي في البطوله دي هيبقى اللعيب المصري الوحيد اللي شارك في كاس العالم للانديه مع فريقين مختلفين. كان مع العين، كان مع العين الاماراتي، ويا سلام لو وصل فاينل، يبقى اللعيب المصري الوحيد اللي وصل فاينل مع فريقين مختلفين في كاس العالم للانديه. يمكن شفنا انه مثلا في حسني عبد ربه لعب كاس عالم انديه مع اهلي دبي لانه كان في دبي وقتها، كان موجود في اهلي دبي وكانت البطوله في الامارات فلعب. لكن وحسين الشحات برضو مع العين نفس الكلام، لكن لما يلعب مع النادي الاهلي كمان يبقى هو اللاعب المصري الوحيد اللي لعبها مع فريقين يعني مختلفين. رقم ينتظر حسين، وسمعنا وحسين من اللعيبه المميزه. يمكن بعض الانتقادات، وانا مع ان انا نشد شويه يعني حسين لازم يشد نفسه شويه في الاداء التكتيكي، في الاداء البدني لازم يشد نفسه شويه، امكانياته تسمح ان يكون لعيب كبير، لكن لسه منتظرين منه الكثير، وده رقم جديد ليك يا حسين. ان شاء الله كمان تستغل الحوافز ديت ويظهر بشكل جيد في مونديال الانديه ان شاء الله باذن الله. هنيجي على نقطة أخرى، ويعني غياب وليد سليمان. احنا برضو شفنا إصابة وليد سليمان، شفتها ازاي برضو تحليلك الفني لإصابة وليد سليمان؟ هل يعني هل كان في خطأ فني من موسيماني انه بيشركه؟ هل وليد نفسه كان لازم يقول لا انا يعني، لان احنا زعلانين على وليد بصراحة يعني؟ طبعا اولا يعني وليد سليمان من اللعيبة اللي هي انا بقول عليه دايما لعيب من الزمن الجميل. لعيب اولا اخلاقه عالية جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين لعيب كورة من اللعيبة الحريفة جدا، أهدافه في الدوري المصري من أول ما كان موجود في بتروجيتو وإمبي والنادي الأهلي بعد كده بيجيب الأهداف الصعبة، بيمتع الجمهور جدا في كل مشاركاته. يمكن هو عامل السن بيلعب دور في وقت من الأوقات، زي ما شفنا إبراهيموفيتش بيتحامل على نفسه وبيلعب بأداء قوي جدا، وبعدين جه أصيب لأنه برضو عامل السن في نفس أكيد. في الوقت ده، ويمكن حضرتك برضو من الناس اللي استمرت في الملاعب لسن ما بعد ال 30، فبتبقى عارف انه العضله ممكن ما تستحملش خطا الخلفيه الاماميه ما بقاش هزار يعني. فهي دي كمان بيكون تقديرها الاصابات العضليه بالذات اللي زي دي، بيبقى اللاعب هو اللي عليه برضه دور ان هو يقول مثلا انا مش هقدر ان انا العب على الشد او حسيته. اي شد بتلعب عليه بيجي لك مزق يعني. كنا نتمنى ان حتى الاشاعات باين انها بس يعني انا كنت اتمنى كمان انه كابتن وليد سليمان ان هو يريح شويه ويبقى موجود في بطوله كاس العالم للانديه، لكن برضه هو لعب كاس عالم انديه قبل كده. في نفس الوقت ما اعتقدش ان هو خطا من موسيماني ولا خطا من وليد، هو اللعيب لما يبقى حسابات مختلفه لعيب بيبقى غيران قوي ان هو عايز يبدا اساسي، هو بدا ماتشات نزل في وقت قليل قدر ان هو يبقى على قمه هداف الدوري في جوله من الجولات يعني وليد سليمان. صحيح. وكمان في سن بتكلم واحد قرب على ال 36 37 سنه برده وبيأدي الاداء ده، فهو بيبقى عايز برده يلعب ماتش من بدايته. والله بيفكرني يعني الواحد بيقول كده، لكن لما بيتحط في موقف يعني انا في موقف مثلا كاس العالم واصابت في مباراه انجلترا، الاصابه كانت قويه ويمكن ما بين الشوطين كابتن جوهري قال لي طب تريح، انا كان عندي اصرار ان انا العب رغم ان انا لما برجع بقول يعني الطبيعي الناس البروفيشنال ما بتشتغلش كده يعني بالزبط. انا بربط وبحط بينج وبنزل، ممكن جدا ياثر على فرقتي، ياثر عليا في المستقبل. فانت زي ما بتقول هي لحظات حسابات مختلفه شويه. وليد كان نفسه يبدا المباراه، عنده حوافز كبيره جدا، المدير الفني شايف ان وليد في احسن صوره، اتكلم عنه كمان كلام اتكلم طبعا هايل لما اتكلم عنه بعد الماتش، وقال انتوا ليه ما بتسالونيش عن وليد سليمان، ده لعيب كلاسيكي جدا، اي وقت بنزله بيسجل اهداف. ويعني اعتقد ان تقدير وليد سليمان عند كل المدربين اللي تولوا تدريب النادي الاهلي كبير جدا. اكيد كبير جدا. يعني انا زعلان انه مش هيلعب بطوله كاس عالم الانديه، لكن في نفس الوقت زي ما قلت هو لعبها قبل كده وهو موجود بخبراته مع النادي الاهلي. مظبوط. كمل الموسم ان شاء الله يكون في احسن حال، وهيروح معاهم كمان ان شاء الله مسافر بالظبط يعني يبقى موجود مع الفرقه
اعتقد ان وجود الخبرات اللي زي كابتن وليد سليمان في فرقه النادي الاهلي بتفرق كتير مع اللعيبه، خصوصا اللعيبه اللي لسه صاعده كمان واللعيبه اللي جايه جديد النادي الاهلي في غرفه الملابس، ان هم بيلاقوا انه طبعا في لعيب كابتن برضو من كباتن الفرقه ولعب كاس عالم فعنده خبرات كمان بالقيمه دي كمان. يعني انا شايف انه ده من اسرار نجاح النادي الاهلي، انه دايما الاجيال بتسلم بعض وكل جيل بيجي بيستفيد من اللي قبله ومن خبرات الجيل اللي قبله. اتمنى انه يعني ان شاء الله يتعافى سريعا باذن الله من الاصابه، وانه كمان في بقيه الموسم يواصل التالق وتسجيل الاهداف الجميله اللي انا الحقيقه بستمتع بيها جدا طبعاً بصراحه. طبعا يعني لعيب هايل. ولو رجعنا معاك شويه لمباراه البنك الاهلي والكواليس اللي حصلت وغياب الشناوي عن مباراه المقاولين اللي جايه ومباراه كمان بيراميدز، شايفها ازاي وحللتها ازاي يا عمر؟ لا انا الحقيقه موضوع التحكيم والطريقه اللي اتعملت بيها عقوبه محمد الشناوي من اغرب الحاجات اللي شفتها الحقيقه في اخر 10 سنين، يعني اخر 20 سنه بقى يعني كمان 20 سنه. يعني خليني اقول لحضرتك يا كابتن هاني، انت على اي اساس انه لجنه الانضباط بتجتمع يوم الاثنين؟ ماشي مفيش مشكله، بس من امتى وهي بتجتمع وتاخد قرار في جوله ما انتهتش لسه؟ ما كنا بنستنى بنقول فين العقوبات يا جماعه، يقول لك لما الجوله تخلص هنطلع العقوبات. وليه العقوبه طالعه بعد بيان النادي الاهلي على طول؟ هل هو رد على بيان النادي الاهلي او خطاب النادي الاهلي انه انا عاوز عداله تحكيميه؟ طب انا الحكام اللي عندي للاسف مستواهم مش احسن حاجه دلوقتي. في حكام انا شايف انه ادائهم لا يرتقي للدوري الممتاز، ممكن يحكموا شويه في الدرجات الادنى لحد ما الخبرات تبقى عندهم، وده مش عيب طبعا، وده مش هجوم على التحكيم، بالعكس انا لما بقول ده بقول ده مصلحه التحكيم. مفيش حكم عاوز يبقى وحش، بس في نفس الوقت لما يبقى حكم مش على قدر مباراه معينه ما ينفعش احطه فيها وافرضه، ما ينفعش. وبعدين يعني الحكم محمد سلامه شو تابعته في ماتشات كتير في الدوري، مش هو محتاج لسه شغل كتير علشان يحكم مباراه النادي يكون عنده كمان ثقه في نفسه بالظبط، او مباراه نادي الزمالك. يعني الانديه الكبيره يا جماعه بتبقوا انتوا باصين لماتشاتها ان انتوا عاوزينها كاتحاد كوره انها تخرج بدون وجع دماغ وبدون مشاكل، بدون وجع دماغ مش عشان الاهلي ومش عشان الزمالك، عشان يعني يبقى في عداله. العداله لانه ما ينفعش نادي يتظلم، سواء اهلي زمالك اسماعيلي بيراميدز اي فريق، ما ينفعش انه يتظلم تحكيميا، وما ينفعش انت كلجنه حكام ان انت تصدر لنفسك المشاكل، ولا بد ان انت تعيد تقييم الحكام تاني، ولا بد تبقى عارف انت بتعين مين للمباريات ايه. ما هو مش اي حكم يتعين لمباراه اهلي وزمالك يا جماعه، في حكام دوليين وفي حكام عندها خبرات، وما ينفعش اجيب حكم صغير او حكم لسه صاعد واقول له روح حكم ماتش الاهلي والبنك الاهلي ويحصل مصيبه فابتدي ادافع. طب انا بدافع عن ايه؟ ودايما اول رد من لجنه الحكام يقول لك لا احنا ما وقفناش حكم، لا احنا ما بنعاقبش حد، لا احنا العقوبات سريه. طب وبقيه الازمات اللي ممكن تفسد مسابقه الدوري دي هتتعامل معاها ازاي؟ كاتحاد كوره لابد انك تكون حريص على المسابقه اللي انت بتديرها. وده ده مجمل خطاب النادي الاهلي، يعني برضو الناس شافت النادي الاهلي من وجهتين نظر، وجهه نظر طبعا انا بايدها ان النادي الاهلي بيحاول بقدر الامكان يعني بيدافع عن حقوق النادي من خلال مش انذار لكن لفت نظر، يا جماعه خلي بالكم، وده كمان عائد للمصلحه العامه للبطوله. هي يعني دي المسابقه، هي دي يعني مسابقه دايماً لازم تبقى دايما النادي الاهلي لما بيكون له موقف عمره ما بياخد موقف اللي هو انا عايز مصلحتي، اكيد انا عايز مصلحه النادي ده اول طبيعي اكيد، لكن في نفس الوقت ما هو انا عاوز العداله علشان تبقى ليا فرصتي زي ما الناس الثانيه لها فرصها. هو انا ليه اخسر نقط بسبب التحكيم انه كان غير موفق؟ مش هقول انه متعمد، هقول انه غير موفق لان الحكم مش على مستوى المباراه، وفي فرق تانية بتستفيد من اخطاء التحكيم، وتلاقي لعبه هي هنا بتتحسب حاجه وهنا بتحسب حاجه، وتلاقي حد طالع يبرر لك هنا ويبرر لك هنا. بالظبط، ما هو ده كمان ده اللي يغيظك يعني. هل القانون مثلا على كيفك بقى؟ القانون مره كده ومره كده، ما هو ده كلام مش منطقي، ولابد انه الموضوع ده يتحسم ويتحسم بشكل سريع، لانه الكلام ده بيهدد مسابقه الدوري. وانا شايف انه هنتكلم من حته اقتصاديه شويه، ما حدش فكر في حته الغاء الدوري دي خالص، ما ينفعش، لا مستحيل طبعا، ما ينفعش تبقى وارده، لان بشوف ان في ناس بتقول ده تمهيد للغاء الدوري. ما ينفعش دوري يتلغى يا جماعه، لانه في النهايه دي مسابقه وفي عوائد للانديه وعوائد لاتحاد الكوره، ما ينفعش الموضوع يتم التعامل معاه بالطريقه بتاعت انه الموضوع سهل. لا هو الموضوع مش سهل، مش بسيط، مش حاجه بسيطه، وما ينفعش ان انت تسيب اخطاء صغيره تتراكم لحد ما تبقى اخطاء كبيره وتبتدي تقول لا ده انا عندي ازمه. لا، الحق الازمه من بدري،
ولابد ان لجنه الحكام وده اللي قاله بيان النادي الاهلي الحق نفسك عيد التقييم من دلوقتي بالظبط واختار بعنايه الحكام اللي هتدير مباريات الجولات اللي جايه. مفيش مانع ان انت تدي فرص لحكام شباب ومفيش مانع ان انت تجرب، لكن ما ينفعش تجرب وانت المسابقه لسه يعني مش واضحة المعالم في الموسم. على الاهلي بصراحه ما تجربش على النادي الاهلي يعني. ولا على الاهلي ولا على غيره. انت ادي كل واحد حقه، وفي نفس الوقت احنا هنا دوري في ظروف صعبه مضغوط وفي ظروف كورونا، وكان عندك من السنه اللي فاتت ان انت ضغطت في تنظيم البطولات وطلعتها بشكل كويس، وكنت عاوز تكمل الدوري بتاعك في ظل ظروف الكورونا وقدرت تكمله. ما ينفعش بقى اقول اصل موسم على حساب موسم، ده مش هينفع. المفروض انه زي ما النادي الاهلي طالب في خطابه ان يكون العداله التحكيميه تتوفر، انه ما ينفعش انا اصدر مشاكل من بدري كده للانديه وللدوري كله. واتمنى اتحاد الكوره يكون هو حريص على المسابقه، واعتقد ان المهندس احمد مجاهد حريص على المسابقه اللي اتحاد الكوره بيديرها لحد ما يبقى في رابطه انديه هي اللي تدير ويبقى عندنا حاجه اسمها حكام محترفين. طب طب يعني خلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا، واحنا ساعات بنتفرج على مباريات الدوري بنشوف، وده قلته في هنا بمناسبه جول ايمن اشرف، قلت الجون ده لو في الدوري الانجليزي هتحسب وانت مغمض هيحسب هدف يعني بدون نقاش ده جول، وايد كلامي بعديها كان حكم دولي انجليزي قال لك الهدف 100%. هل ده راجع نرجع تاني اختلاف الثقافات واختلاف التدريب والحكام عندنا بتصفر كتير على الفاضي والمليان بدايه من الناشئين؟ انت شايف النقطه دي ازاي، انك ممكن تقول على كره لا دي لو في الدوري الانجليزي بتحسب هدف، فيجي هنا الدوري المصري بتبقى كارثه يعني؟ عارف يا كابتن هاني، تحس انه الجو السوشيال ميديا اثر على التحكيم برضو شويه. يعني في حكام بقت تحب ان هي تاخد اللقطه وتاخد الشو، وتحس ان هو نازل حابب يعمل مشكله وحابب يزعق للعيب ده زي اللقطه اللي عملها الحكم مع محمد الشناوي. هو محمد الشناوي عفويا بيقول له يا كابتن انا بكلمك، فيروح باصص كده وماشي. طيب يا جماعه ما هي الحكايه ما بتمشيش كده والله، يعني هي التحكيم ايوه طبعا انت مش هتبقى نجم الا بادائك التحكيمي الكويس. بيرلي ويجي كولينا كان حكم اشهر حكم في العالم عشان كان حكم حازم وصارم وله قرارات سليمه وقدام اهم نجوم العالم. الفكره مش ان انت تعمل شو على نجم ولا انك تعمل شو قدام لعيب النادي الاهلي. مش يا جماعه كل هم الناس فاكرين دوت كل يعني الناس بتبص لتيشيرت النادي الاهلي علشان عاوزه الناس تبص عليها. طب يا جماعه ما انتوا لما تبقى حكم كويس الناس تقول عليك حكم كويس. مش لازم تعمل مشكله، لان للاسف بقت عاده عند بعض الحكام في اخر 5-6 سنين ان احنا بقينا نشوف حكام بتحاول انها تجتذب الكاميرا طول الوقت. النوع ده من التحكيم مش هينفع. وبالمناسبه احنا لما نيجي نبص بقى على الحكام بتوعنا في افريقيا ولا في مشروع التحكيم المحترفين بتاع افريقيا، انت عندك حكم واحد، حكم واحد للاسف، امين عمر هو اللي دخل المشروع ده. إيه انت مش اقل من بقيه الدول اللي عندها حكم واثنين وثلاثه عندهم جوه المشروع ده، او هم من حكام الصفه في افريقيا. طب انت ما سالتش نفسك ليه انت حكامك ما بقتش بيعتمد عليها بالشكل اللي يليق بتاريخ الكره المصريه وتاريخ اتحاد الكره المصري وتاريخ التحكيم المصري؟ ما هو السؤال ده هو اجابته كلها ان انت مستوى التحكيم عندك محتاج وقفه ومحتاج نظره ومحتاج اعاده تقييم. فاعتقد انه برضه حته اختلاف الثقافه يا كابتن هاني، اصل القوانين الكوره واحده، هي القانون واحد. انا بسالك انت ليه بتقول دايما ده في الدوري الانجليزي تحسب ده في الدوري المصري ما تحسبش؟ يعني ليه بيحصل الجدل ده؟ والله يا كابتن هاني فعلا ملهاش اجابه، لانه زي ما حضرتك قلت القانون واحد. القانون واحد، انت ليه ممكن؟ وبعدين يقول لك طب ليه احنا، يقول لك لما نجيب حكم اجنبي لماتش اهلي ولا ماتش الزمالك يقول لك شوف الحكم ما بيصفرش كتير وسايب مدي مساحه للالتحامات. طب ما هو ده الطبيعي يا جماعه، من العالم كله ماشي كده يعني، المفروض ده صح، ما هي الكوره كده. طب احنا ليه ما بنعملش ده هنا؟ ما هو ده السؤال. وبعدين يرجع يقول لك لا ما ادوا فرصه للحكام المصريين وما تجيبوش اجانب. موضوع معادلة صعبة، موضوع معادلة صعبة قوي يا كابتن، يعني معادلة صعبة لكن معقدة قوي. لكن دايما بنقول عمر يعني الحلقة المهمة جدا جدا، بنتكلم على لعيبة، بنتكلم على مدربين، بنتكلم على إدارات، لكن كمان حلقة التحكيم وخاصة في مصر يمكن السنين اللي فاتت بتمر بأزمة، وإحنا بنقول أزمة علشان يبقى في كمان الحلقة دي مهمة جدا، إنك خلاص توصل لمنظومة تحكيمية تليق كمان بالدور المصري. عندنا رابطة أندية محترفة جاية، احنا نفسنا خلال سنتين ثلاثة يكون عندنا دوري محترفين على مستوى عالي جدا. يعني في احتراف حكام بالظبط، يبقى الحكم وظيفته حكم يعني. ويتقيم ويبقى هو ده مصدر يعني دخله الأساسي ان هو التحكيم. انما احنا لحد دلوقتي ماشيين في سكة الهواة، واعتقد انه محتاجين نحط برنامج زي البرنامج اللي اتعمل في الكاف ده للتحكيم في مصر،
لما يكون عندك 20 30 حكم محترف، لكن هي بيبقى لها حسمه بقى. يجي مثلا لو جبت رئيس لجنه حكام وتساله هيقول لك لا ما انا محتاج ان انا يبقى عندي 36 حكم جاهز ومكان مساعد ومش عارف ايه. ماشي، كل ده انا شايف انه سهل لما يبقى عندك احتراف للحكام. ايوه يعني ما انت ما عندكش مشكله انك بالظبط يعني هات الناس واعمل لهم برامج تدريبيه واشتغل عليهم واديهم الرواتب اللي تناسبهم علشان تقدر تعمل احتراف للحكام. وفي نفس الوقت مسلسل تعيين الحكام اصلا نفسه في الماتشات هنا غريب جدا، يعني برضو دي نقطه ما ينفعش تعدي. في حكم ممكن يحكم مثلا 5-6 ماتشات للاسماعيلي وتلاقيه ما بيحكمش اهلي خالص، وتلاقيه مثلا ما بيحكمش زمالك، وليه دي فجاه بينزل يحكم درجه ثانيه؟ ايه المعيار؟ ملهاش معايير ومقاييس. ايه المعيار ده؟ لسه باعتين حكمين قالوا له روح حكم في مباراه واحده، مباراه بني عبيد في الدرجه الثانيه، اثنين حكام رايحين على اساس هم الاثنين حكام ساحه، فقال له ده انا الحكم، الثاني قال له لا ده انا الحكم، فعاملين تليفون يا عم خلاص امشي ده وخليه. يعني حاجات لو انت حكيتها بره الناس مش هتصدق، او يبقى احنا عايشين في حته تانية خالص بصراحه يعني. ويعني انا اعتقد انه الفتره اللي جايه يعني اتحاد الكوره بس لابد انه يفكر في موضوع رئيس لجنه الحكام هيبقى مين، لانه برضو لجنه الحكام لما بعد الكابتن جمال الغندور ما قدم استقالته هي مشيت بالكابتن وليه احمد والكابتن عزب حجاج. اعتقد ان الموضوع محتاج برضو شويه ايه نظره شويه يعني، اعتقد برضو الحكايه لازم تختلف شويه. هما طبعا كلهم شخصيات محترمه، لكن محتاجين ان احنا نشوف حاجه بروفيشنال. احنا طبعا بنحترم الناس كلها، وحتى لما بنجيب بعض الاسماء مش انتقاص من قدراتهم، بالعكس هي يعني كلهم ناس محترمه وكل الناس نعرفها على المستوى الشخصي، لكن لازم نفرق ما بين يعني المستوى الشخصي والمستوى الاحترافي. واداره منظومه بالظبط. يعني انا بتكلم يعني على اداره منظومه التحكيم. كل الناس انا حتى علاقتي بالوسط الرياضي كله كويس. طبعا بكل الانديه وكل المسؤولين ما عنديش مشكله مع حد، لكن في حاجات يا كابتن هاني ما ينفعش برضو يتسكت عليها. اكيد لانه طبعا لما هتتساب زي ما قلت لحضرتك هتتراكم وهتعمل مشكله اكبر. نتمنى ان شاء الله يعني التوفيق لحكامنا، لان زي ما بنقول حلقه مهمه جدا جدا في كره القدم. اخيرا طبعا عمر بنشكرك شكرا جزيلا، فقره مميزه كالعاده، وان شاء الله باذن الله الثلاث اللي جاي تكون معانا ومحضر لنا حاجه كويسه ان شاء الله. شكرا ليك.